متابعينا الكرام، حضورنا الاعزاء نتواصل مع الشوط السابع. هذا الشوط هو المخصص للابكار الحقائق لمسافة 3 كيلومتر. متابعينا الكرام نتواصل مع هملولة عبد الله مبطية بن حميد الدرعي او ريام محمد بن زيد بن حمد الدرعي بالسالومية، ريام لمحمد بن زيد بن حمد بالسالومية. المركز الثاني عندنا غازي سليمان بن مسلم بن سليمان، والمركز الثالث عندنا الغزيل احمد محمد بن ناصر المنصورية، والمركز الرابع أبها بدر محمد مكتوم الجنيبية، والمركز الخامس عندنا اللي هي تحمل رقم 13 سمحة عبيد بن رايد بن ناصر الدرعية. المركز السادس، سادس المراكز عندنا اللي هي شمايل سعيد بن حمد بن حميدة راعق حير. المركز السادس حاملولة عبد الله بطي بن حميد الدرعي. هذا هو شعار مشاهدينا الاعزاء، شعارات المتواجده وشعار هناك ابو راشد متواجد في الصداره. يا سلام على الحضور، يا سلام على الابداع. غازيه هناك، غازيه لسليمان مسلم بن سليمان الدرعي، غازيه في الصداره. سلام على هذا الحضور، على هذا الابداع. المركز الثاني ريام محمد بن زيد بن حمد بالسالومية، والمركز الثالث ناخذ لنا لفة ونشوف الامور هملولة عبد الله بطيب بن حميد. المركز الخامس معانا يتواجد شعار حمدان محمد بن حارب الدرعية نجوة، والمركز الخامس الان تغييرات من قبل الغزيل احمد محمد بن ناصر المنصوري، والمركز السادس معانا شمايل للشعر سعيد حمد راعق حير. نعود مع الكيلومتر الاخير، نعود الى غازيه. غازي فيسم على مسمى، غزت الشعارات، غزت الصداره. سلام يا سليمان مسلم سليمان الدرعي، يا سلام يا سلام. اما المركز الثاني فعندنا هناك تواجد هملوله عبد الله مبطي بن حميده الدرعي، والمركز الثالث شعار حمدان محمد بن حارب الدرعي، والمركز الرابع شعار راعق حير. هذه الشعارات، ولكن الصدارة، الصدارة معاك يا ابو سليمان. يا سلام يا سلام على الحضور من غازية، غازية والخمسمية متر الأخيرة، غازية في الصدارة. سليمان مسلم بن سليمان الدرعي. المركز الثاني هملولة عبد الله بطي بن حميد، والمركز الثالث هناك نتابع فيه بن حارب، والمركز الرابع راعق حير. الله الله الله، خلونا مع الأول، خلونا مع هملولة عبد الله بطي بن حميد الدرعي. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا سلام يا سلام يا هملولة عبد الله بطي بن حميد الدرعي، هي التي تتجول في الصدارة. سلام على هذا الحضور، سلام على هذا الحضور وهذا الإبداع وهذا الانفراد الكلي. أشكرك يا راعي هملولة، تحمل رقم 1، تحافظ على هذا الرقم بهذا المستوى، فارقة المسافة ما بينها وما بين الحلال المشارك. الناموس، الناموس على هذا الإنجاز الراعي هملولة عبد الله بطي بن حميد الدرعي. المركز الثاني كانت فيها نجوى احمد بن محمد بن حارب الدرعية، والمركز الثالث
11 غازي سليمان مسلم بسليمان المركز الرابع، 10 شمايل سعيد بن حمد بن حميد الدرعي المركز الخامس، 14 اللي هي مخيفة حميد بن صغير وبن حميد الدرعي المركز السادس، كانت في الغزية لأحمد محمد بن ناصر المنصوري، ناموس الراعي هملول عبد الله بن حميد الدرعي.